نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هوائي مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: هل يوجد مسند لعبد الله بن مبارك رحمه الله، وما أفضل طبعاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، ما شاء الله، هذا يسأل عن شيء قديم، يعني مسند. أول شيء المسند كامل غير موجود، وجد قطعة منه كان أخرجها قديما العلامة صبحي البدري السامورائي، قديما قبل أكثر من 30 سنة ولدي، وطبعت في مكتبة المعارف بالرياض وخرج في مجلد لطيف، وظل الأمر على كذلك لان بعد ما يقرب من ربع قرن خرج طبعة ثانية له، لكن الذي أخرجه أخونا الشيخ ناصر المعشي طالب علم له معرفة بعلم الحديث، كان وقته وعنايته ترى في تتبع الروايات والأسانيد والمتابعات والشواهد، ولهذا هو نفسه أخذ ما كان طبعت عليه الطبعة الأولى وأخرجها في أيضا في مجلد، لكنه وسع التخريج والتتبع المشواهد والمتابعات وطبعت في دار النصيحة. هذه الطبعة اللي أعرفها للكتاب، والكتاب ليس كاملا، هو قطعة منه لا أقل ولا أكثر يعني. وإن شاء الله مثل هذه، يعني أولا هذه مثلها نأمل إن شاء الله توجد بقية لهذه القطع، لأنه غالبا تجدها إما موضوعة موضوع في بعض الدشوت ولا بعض المجاميع وشيء من ذلك. ثانيا، قد يقوم باحث ويلملم حديث ابن المبارك، وأنا سمعت أنه في هناك رسالة علمية في هذا، في جمع حديث عبد الله بن مبارك ودراستها، دراسة حسب ما يعني ما في كتب المسانيد أو شيء من ذلك، وجمعها من هذه هي الإشكالية، وين ما تستطيع تجزم أن هذا من مسند عبد الله المبارك، لأنه قد يكون يروي لكن ليس من المسند، واضحة الفكرة؟ نعم. لكن جمع الأحاديث ودراستها التي رويت من طريق عبد الله المبارك جمع حسن، جمع حسن، إلا ما يقع على جملة وافرة هي من مسنده. وإن شاء الله مثل هذه أذن الله عز وجل في إيجاد شيء يدل على هذا المسند وبقيته، والمسانيد التي يعني غير موجودة مسند بقي مخرج شيء عظيم، يعني شيء ليس بالقليل، وغيره. نسأل الله عز وجل التيسير وإيجاده يا رب. آمين. نبدأ بسم الله. نحن اليوم عندنا مجموعة من الكتب ما شاء الله تبارك الله، بعض يطبع لأول مرة أيضا عندنا. أولا، هذا الكتاب من الكتب التي تعنت لشرح كتاب أصيل في فقه الشافعية، وهو كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله بعد أن أخرج كتابه وكتاب المنهاج سار سيارا، والمعول عليه وكثرت شروحه وحواشيه ونظمه والتعليق عليه وبيان غريبه والعمل عليه كثير مبثوث ومبسوط في كتب الطبقات والتراجم وغير ذلك. كان من ضمن الأعمال النفيسة العالية التي صنعت على هذا المنهاج هو هذا الكتاب الذي يعد من شروح المنهاج المتوسطة، وهو بعنوان مصباح المحتاج إلى ما في المنهاج للإمام العلامة الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم ابن محمد الشافعي المشهور المعروف بابن قاسم الغزي، ابن قاسم الغزي المتوفى عام 918 الهجرة رحمه الله. هذا من علماء غزة، أصلا هو من غزة لكنه ذهب واستقر في القاهرة، ولا هو غزي لأجل نسبته إلى بلد الودي فيها. وهو أيضا قد كان فقيها نحريرا مدققا عالما في وقته، أثنى عليه الأئمة والعلماء حتى شيوخه أثنوا عليه. كانت له عناية بالمنهاج كبيرة جدا، ولهذا قرأ عامة شروح المنهاج التي ذهبت أو التي وقف عليها ووقعت تحت يديه، فجاء إلى هذا الشرح المطول. هو متوسط بالنسبة للطويلة غيره، لأنه الآن كتابة بين أيدينا يطبع لأول مرة في 5 مجلدات عندنا. جاء وشرحه، وكان من مزايا الشرح التي يعني هي مما يتفرد به مثل هذا الكتاب، لأنه لو يقول واحد طيب ما دام سبقه، ولسبقه أئمة ليس قليل، هو متأخر، ما الفائدة؟ لا، نقول فيه فوائد. من أهم مزاياه
كانت عنده نسخة من المنهاج بخط النووي، وفيها إضافات النووي النووي وتقييداته التي على نسخته. جميل. وكل الإضافات أدخلها في الكتاب وشرحها، فهذه ميزة. هو نفسه كان يقارن بين عبارة النووي في المنهاج وفي روضة الطالبين ويحرر. هو أيضا كان يقارن بين عبارة النووي في المنهاج وفي كتب الأخرى غير المنهاج. أيضا كان هو ينبه على عادات النووي في مصنفاته، وهذا قريب ما تنبه لها. أيضا أيضا يذكر القواعد الفقهية التي يستند إليها الإمام النووي في مثل هذه القواعد، والشافعية عموما. أيضا أيضا يقارن بين عبارات النووي في المنهاج وكلام الرافعي كذلك. هو أيضا يأتي في شرحه ويستدرك على المعقبين الذين اعترضوا على النووي في عباراته، ويرد عليهم ويدافع عنه بهذه الطريقة، ويعرج على ما اعترض به على النووي. وأيضا يمد مسائل النووي، فربما أكمل ما نقص عنه النووي، ذكر ما سهى أو تركه النووي، وهكذا حتى يتم المسائل. فالكتاب مليء بالفوائد والتدقيقات العلمية التي جعلت صاحبه يتبوى منزلة عالية عند علماء الشافعية، ويوصون بكتاب هذا جدا. الكتاب هذا يطبع لأول مرة في 5 مجلدات، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق وائل محمد بكر زهران الشنشوري، وفقه الله، وقد حققه على نسختين خطيتين نفيستين جدا. قدم بمقدمة فيها أسانيده إلى الكتاب وشيء من ذلك، وترجمة للنووي وأهميته وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك أضاف إضافة خاصة لهذا الكتاب، وهو ما جعله يعني من مزايا هذا الكتاب في المقدمات الدراسية التي أراد يتربيه الكتاب. كان لا يأتي بميزة للكتاب إلا يدلل عليه، فمثلا يذكر لك بعض النماذج التي وجدها في نسخة النووي بن قاسم الغزي، وذكرها وذكر ما فيها من إفادات ويذكرها، يقول لك هذا مثال هذا مثال، وهكذا قص عليه. ثم بعد ذلك هو نفسه، هذه في نماذج من النسخ الخطية، لكن هذا في شرح العقائد النسفية، نفسه لما جاء يتكلم عن ترجمته جاء بتقاريض للعلماء وجدها على نسخته الخطية، وهي مجموعة لعلماء شافعية ومالكية قرضوا الكتاب تقريضا عاليا وأثنوا على بن قاسم الغزي ثناء عاطرا. ثم فيه في الكتاب في مقدمته إجازتان، إحداهما لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والثانية لابن أبي شريف، وكلتهما يقول أصلا حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل العوضي، وقد أكرمه بهما وأضافه في المقدمة. يعني كلتا الإجازتين في المقدمة، وهذا من غير المضان، هذا ينبغي يتنبه له طلبة العلم مثل هذه الأمور، أن في غير المضان وأن قد أخرجت. شوف هذه نماذج من نسخة الخطية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو تكلم عن هذه النسخ الخطية، عن النسخ الخطية قال نسختين خطيتين نفيستين أخرج عليهم الكتاب وفقه الله. والكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يظهر للإخوة كما ترون. الكتاب الأصل أن الذي فوق هو كتاب المنهاج مضبوطا مشكولا من أول إلى، وهو محبر كما ترون، وها هنا عبارات النووي بين قوسين باللون الأحمر والشرح كما ترون، وها هنا التعليقات التي يحتاج إليها ضرورة من عزو وشيء من ذلك وتخريج أو التوثيق لي الأعمال العلمية. دم إذا قلنا الأعمال العلمية معروفة هي تشمل ماذا أيضا، وشرح غريب، لكنه من عادته هو وفقه الله في تخريجي أو في تحقيقاتي أنه يجعل همه الكبير ضبط الكتاب كما أراده مصنفوه. هذا هو هذا القصد الأكبر. وأما التعليق لا ما تهمه كثيرا بقدر ما، لكن يهتم جدا للتعليقات والهوامش والحواشي اللي على النسخ الخطية، لأنه يقول أحيانا نفاسة بعض النسخ ترى في حواشيها، فيذكر بعض الحواشي المهمة التي يرى أنها من تعليقات بعض العلماء وفقه الله. والكتاب كما ترون بحسن الإخراج هذه في 5 مجلدات من إصدارات دار المنهاج القويم بالشام. هذا أيضا كتاب آخر من الشروح النفيسة أيضا، لكنه هذا ابن قاسم العبادي، ذاك ابن قاسم الغزي، وهذا 918 وهذا 994 للهجرة، وكلاهما من علماء الشافعية. أما هذا الكتاب فهو أحد شروح غاية الاختصار، اللي هو متن أبي شجاع المشهور عند الشافعية أحمد بن حسين الأصفهاني، كله كتاب مشهور سيار شرحه عدد من الأئمة والعلماء، كان منهم هذا العلامة ابن قاسم الغزي، وهو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي المتوفى عام 924 هجرة رحمه الله.
وابن قاسم العبادي هذا اصلا هو صاحب الحواشي مشهور حواشي، هو اللي شرح جمع الجوامع، هو صاحب شرح الورقات الكبير والصغير، له شروح ترى معروفه سياره، ومن عادته انه احيانا يشرح شروح صغيره ويشرح شروح طويله، وذلك ترى هذا التدريس واضح انه له اثر عليه ايضا. هذا الشرح لغايه الاختصار، لان متن غايه الاختصار من الكتب التي تدرس في فقه الحنف في فقه الشافعيه، الف عليه هذا الكتاب، وهو شرح اراد به تدقيق العباره وتمحيص ما ذكر في شروحه، وعول كثيرا كان على شرح زكريا الأنصاري على غاية اختصار، وعلى شرح ابن حجر الهيتمي، لكنه دقق في العبارة ونظر وأضاف وزاد ونقح ودلل ومثل في كتاب سماه فتح الغفار بكشف مخبئات غاية الاختصار للإمام الفقيه الشافعي الكبير شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي المتوفى عام 994 الهجرة رحمه الله. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل بن بكر زهران، وائل محمد بكر زهران الشنشوري، حقق كتاب هو يقول ما شاء الله وجد له يمكن 20 نسخة خطية، لكن انتقى منها 10 يرى أنها نفيسة جدا، وأخرج عليها الكتاب وذكر مواصفاته في المقدمة، يعني ميزة النفاسة التي فيها. لكن هو إيش يقول؟ يقول هناك نسخة وحيدة من بين هذه النسخة العشرة كانت بخط العلامة الجوهري. الجوهري هذا كان عالما إماما، كانت له تعقبات وحاشية نفيسة جدا على كتاب ابن قاسم العبادي، فأضافها في هذا الكتاب، فصارت حواشي هذا الكتاب بين أيدينا الآن هو شرح ابن قاسم العبادي على غاية الاختصار لأبي شجاع مع حاشية الجوهري محمد الجوهري على كتاب فتح الغفار. وضحت الآن؟ نعم. فبين أيدينا ثلاثة كتب، يعني ما شاء الله تبارك الله. أما العلامة الجوهري محمد بن أحمد بن حسن الجوهري الصغير فإنه توفي عام 1215 للهجرة. في المقدمة هو ترجم لأبي شجاع وترجم أيضا ذكر أسانيده وأذك عارتي، فأنه ما شاء الله ما شاء الله واضح من محبين الأسانيد الله يعطيه العافية، ويذكر أسانيده لكل كتاب، كل كتب سنعرضها كلها له أسانيد لها له فيها جزاه الله خير. ثم يذكر بعد بعض ترجمة ذكر ترجمة عبادي وترجمة وهي ترجمة جميلة، ثم ترجمة بعد ذلك العلامة الجوهري، والحقيقة هي أقل منها، أبوه أكثر منه شهرة، ثم بعد ذلك ذكر النسخ الخطية، هذه النسخ الخطية التي بين أيدينا التي رجع إليها تكلم عنها، هذه نموذج من النسخ الخطية التي رجع إليها في الكتاب وتكلم عنها وعن أوصافها، وهذا جزاء الله خير يشكر عليه. ثم بعد ذلك هذا هو الكتاب، والكتاب على هذا المنوال، أولا كما ترون في الأصل الذي فوق الخط هنا إنما هو شرح ابن قاسم العبادي على كتاب غاية الاختصار، غاية الاختصار يجعل كلام أبي شجاع بين قوسين محبرا باللون الأسود محبر، ثم بعد ذلك تحت الخط هذه حاشية العلام محمد الجوهري، وكانت تختم كثيرا في النسخة الخطية بميم جيم، يعني محمد الجوهري كذا، فهذه من حواشيه وتعليقاته، فأحيانا يطير هذا، أحيانا يطير الحواشي وأحيانا أقل من ذلك. شوفوا هذا، شوف طريقة هذا أبو قاسم أبو شجاع في كتاب غاية الاختصار، هذه بين قوسين محبر، وأنت ماشي والكتاب مضبوط، هو من مزايا أيضا يعتني بعلامات الترقيم وبضبط الكتاب من أوله إلى آخره، حتى أنه يوكل أحيانا العمل يجعل منهم معه من يساعده من المتخصصين في الباب، وهذا شيء يشكر عليه وفقه الله. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب سيار معروف له عدد من النسخ المطبوعة وحتى المخطوطة، والمخطوطة كثيرة جدا، وهو كتاب مدرسي مشهور، وهو كتاب منهاج الوصول للإمام البيضاوي، من الكتب المختصرة في أصول الفقه التي عول فيها أصلا اختصر الكلام من كتاب الحاصل المعروف، ثم والحاصل اختصره من المحصول أيضا، وهذا كلام معروف أيضا لأنه من تلاميذ الفخر الرازي، وهذا الكتاب صار سيارا. والعجيب يا ولدي الإمام البيضاوي القاضي ناصر الدين البيضاوي ترى عرف بكتبه أكثر مما عرف هو بشخصه بترجمته، لو تذهب إلى كتب التراجم والطبقات تجد ترجمته نزيرة، سبحان الله، هذا من العجائب أن إنسان مثل كتبه سيارة في شربقت وغربت. طبعا هو من أهل المشرق عموما، من أهل شيراز وكذا، أو من أهل البيضة أصلا في إيران هي الآن، ثم ذهب إلى شيراز واستكن أهله فيها وأبوه وجد وصاروا قضاة، ثم انتقل بعد ذلك تنقل في البلدان. المقصود أنه كتبه سبحان الله ذهبت إلى المشرق بعد ذلك إلى المغرب، وصارت في مصر والشام مقررات ودرس، فالدنيا بها عناية كبيرة جدا. تفسيره تفسير البيضاوي مشهور، اختصاره في الأصول مشهور، كتبه في الاعتقاد مشهورة، في النحو مشهور، وانت ماشي سبحان الله العظيم، إذا كتب الله البركة لا تسأل.
هذا كتاب مشهور محروف. طيب هذه الميزة، طبعا أول شيء العنوان هو عنوان الكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المشهور المعروف الشافعي، الإمام الشافعي توفي عام، طبعا هو أخونا اختار عام 800 و685، وهو هذا المشهور، وإن كان الحقيقة وقع خلاف في سنة وفاته والله أعلم، ولعل الأقرب كما مر معي أنا في بحثي أن عام 691 أو 692 تقريبا، والله أعلم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري جاء إلى هذا الكتاب وقال قد وقف على نسخ خطية كثيرة له، انتخب منها 5 يرى أنها أنفس النسخ عندنا، هذا من جهة، طبعا وقف على المطبوع وقف على شيء، لكن أين سار اهتمامه وجهده؟ هو أصلا أخرج هذا الكتاب لأنه سيكون له أعمال على بعض شروحه، سيأتينا بعض إن شاء الله ونبينها، هذا أمر أول. أمر ثاني، هذا الكتاب مدرسي أصلا، أراد به أن يقربه للدارس والمدرس. كيف يقربه؟ بطريقين، أما الأول فهو بتشكيله وضبطه من أوله إلى آخره مع مراعاة علامات الترقيم المعروفة، وثانيا بتفقيره تفقيرا يبين المراد ويحدد مقصود المؤلف، فإن تفقير الكلام لما تفقره على هذه الطريقة بهذا الأسلوب يجعله واضحا في ذهن المتلقي والطالب، وحتى المدرس يسهل عليه حينئذ الشرح، وضحت الفكرة. هو هذا كتابه أصلا أقامه ترى لأجل تقريبه للدارس المدرس، قدم قول البرضاوي لن أترجم لبيضاوي لأنه مشهور وعلم، صادق والله صادق مشهور وعلم، وهي كانت ترجمته لسيرة، والله صراحة كنت بقول إيش قال عن البيضاوي بشوف إيش قال، لكن الحقيقة وجدته إنه قال لك لا خلاص مشهورة ومعروف فلا نحتاج إليه، لكن هو أيضا نبه على وجود بعض الأخطاء في الشروح ووقف على شروح البيضاوي وشيء من ذلك، لكنه جاء قلت لك إلى هذا العمل كما ترى، وانتخب عدد من النسخ الخطية، هذا تكلم عنها وهذه هي النسخ الخطية، يقول هي أنفس نسخ 5 نسخ، يقول هي أنفس نسخ أو أكثر، هي أنفس نسخ الخطية التي عول عليها في هذا الكتاب أو في هذه الإبرازة لهذا الكتاب، وهذا شيء يشكر عليه كما ترى. ولهذا شوف حتى الحواشي ما صار ينقل من الشروح أبدا، ترى فقط المقارنات التي يحتاج إليها في النسخ الخطية وشيء من ذلك، وأنا كنت أتمنى أنه لو حافظ على بعض التعليقات المهمة التي يراها في النسخ الخطية وتخرج أيضا، أو يبين بعض المواضع اللي لابد من البيان بها كموضع أصلا مشكل في عند المشراح أشكال عليهم عبارة الله، ينبه تنبيه فقط حتى ينبه لما يقرأ إنسان الدارس والمدرس ترى هذا مكان إشكال موضع إشكال في عبارتي. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية وفق الله. هذا يا ولدي شوف الآن مش قلنا حقق الأصل، لأن عنده مشروع إن شاء الله يتتابع، بدأ يلتفت إلى الشروح القديمة، كان من الشروح القديمة التي عول عليها من جاء بعدهم وكان لها قيمة علمية عالية، حتى أنهم يضرب بها الأمثال في قوتها العلمية وتدارسها القضايا الأصولية في منهاج البيضاوي. هذا الكتاب الذي يطبع عندنا لأول مرة، وهو كتاب ضخم كما ترى قرابة 800 صفحة تقريبا، وهو شرح أحد العلماء الشريف السيد العبري، عالم مشهور معروف أثني عليه كثيرا، وشرحه هذا متميز من جاء بعده يعول عليه كثيرا، وخاصة اللي سيأتي بعدنا بعد قليل سنذكر لك هو العلامة الحلوائي، هذا قعد له استنى شوية أذكر لك بعد قليل. أما هذا الشرح فهو أحد شروح البيضاوي المتقدمة، شروح منهاج البيضاوي منهاج الأصول البيضاوي. الكتاب طبع بعنوان شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول منهاج الأصول للقاضي البيضاوي، أما الشرح فهو للعلامة الأصولي المحقق قاضي القضاة السيد برهان الدين عبيد الله بن محمد الحسيني العبري التبريزي المتوفى عام 743 للهجرة رحمه الله. أولا يا ولدي هو يقول أنا ما وجدت المؤلف سمى كتابه باسم شرحه باسم، ولا وجدت من ترجم له، وعنده ترجم له مجموعة من علماء التاريخ والطبقات ما سموه، فاختار له هذا وهو اللي هو شرحه وشرح هو الحقيقة مشهور بشرح العبري كذا، مشهور شرح العبري شرح العبري مشهور به، واختار له هذا لأنه هو المجلع المخطوطات، وهذا حسن فعل. أمر ثاني أنه حقق الكتاب يقول على نسختين خطيتين نفيستين، آسف على عدم النسخ الخطية، هو وجد نسخ كثيرة يقول أكثر من 20 نسخة خطية وحقق عليها الكتاب وأخرج عليها. لاحظ معي هذه يا ولد شوف كيف، لا وبعض النسخ نفاستها في إن شاء الله يبقى الإخوة شايفين هذه الهوامش والتعليقات والحواشي، تراها أحيانا تزيد الكتاب نورا وقوة علمية لأجل أنها تكون من تملكات بعض العلماء مقروءة عليهم تعليقاتهم شيء من ذلك،
وفق الله المحقق. طبعا قدم بترجمة العبري، والحقيقة ترجمة ليست مطولة لكن هذا ما وجده، ذكر ثناء العلماء عليه وخاصة تميزهم في الباب، وهو نفسه اللي هو العبري. طبعا ما أدري هو قال سمي بهذا العبري نسبة إلى يعني العبرية وشيء، لكن ما أدري لماذا لم يذكر السبب في تسميته بذلك. وهذا الكتاب عشان تعرف قيمته، يقولون هذا الكتاب هذا الشرح مع شرح العلامة المراغي مع شرح الخنجي أشهر ثلاثة شروح يعول عليها من جاء بعدهم، لأجل ما فيها من التدقيق والتحقيق العبارة والاستدلال وشيء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ وائل، طبعا الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيل الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري، وحققه على 10 نسخ خطية انتخبها. جاء إلى أصل الكتاب اللي هو هذا منهاج البيضاوي، وضعه في إطار كما ترون مشكولا بالأصل، وعول فيه على نسخته التي حققها وأخرجها اللي ذكرناها قبل قليل، لأنه اجتهد عليها وجعل وكده في ضبطها وتحريحها هناك وأخرجها، وقد أحسن غاية. وهنا صار فقط يضبط عليها وشيء من ذلك، وإن كان الحقيقة أن العبري كانت عنده نسخة نفيسة من منهاج البيضاوي، فهذا يلتفت إليه جدا في مسألة المقابلة فيما لو زاد شرحا لفظة عبارة جملة أي مكان ينتبه إلى هذا. ثم هذا الذي بعد أقوله هذا شرح الشارح العبري، وهذا شرحه بالكامل كما ترون. الكتاب يطبع لأول مرة وهو من الشروح العتيقة النفيسة على كتاب البيضاوي رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا. هذا مجلد من إصدارات دار الفتح بالأردن. هذا شرح ثاني له، شوف الشرح الثاني أيضا من الشروح المتقدمة، وهو شرح العلامة الحلوائي يوسف بن الحسن ابن محمود الحلوائي المتوفى عام 804 وقيل 802 للهجرة. طبعا هو جاء إلى كتاب منهاج البيضاوي، منهاج وصول الإمام البيضاوي، وأخرج وشرحها وشرحا أول فيه على شرحين. الأول هو شرح العبري اللي مر معنا قبل قليل وهو له مكانة عالية، وأول على شرح الإمام الإسنوي، والإمام الإسنوي أيضا مكانته عالية، لكن هذا في المشرق العبري وهذا في المغرب اللي في مصر الإسنوي في إسنا، وضحت؟ فهما شرحاني رأى أنهما سياران ولهن مكانتهم العلمية فأخذهما، وسار وكده ترى تعقب الكتاب، يعني هو تعقب العبارات والاستدراك عليهما وأشياء، وهو يقول أنه قد أطال، خاصة العبري هو يقول هو فعلا هو أطال الاعتراض على عبارات سمونه البيضاوي، نعم هو يقول استدرك وأجاب وأشياء وشرع وصنع هذا الشرح الذي طبع بعنوان شرح منهاج البيضاوي. طبعا في الأصول منهاج البيضاوي ذكرنا عنهم، أما الشرح فهو العلامة يوسف بن الحسن ابن محمود الحلوائي المتوفى عام 804 الهجرة رحمه الله. طبعا هذا الكتاب بالخصوص أثني عليه ثناء عاطرا أيضا، ففيه من التحقيقات والتدقيقات في العبارات شيء كثير، خاصة دائما ولدي دائما اللي يتسلط بالنقد ويدقق العبارات تجد عنده إبداعات، لكن شرطه هو أن يكون ممتلئا من العلم، فاهم دقيق الملاحظة، حين تخرج منه تقييدات تحقيقات شيء عجب في الباب يحتاج إليها، لكن ترى يحتاج إليها طالب العلم المنتهي، أما ممتلئ متوسط تراها صعبة عليه. يعني هذه ترى من الكتب التي تحتاج المنتهى العلماء والمتمكنون في علم الأصول، أما من دونهم ترى يعني صعبة عليهم أن يفهموا أغراض العلماء الحقيقيين لأنهم غواصين، يحتاج هذه كتب تحتاج الناس غواصة يعني في العلم الأصول. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري أخرج الكتاب وهو يطبع لأول مرة، عرف بالمحقق العلامة الحلوائي من هو وبشرحه هذا ومنهجه وطريقته وما صنع، ثم قال جاء إلى النسخة الخطية وتكلم عن هذه النسخة الخطية كل منها، والنسخة النسخة تونس نسخة مصر، وهذه مجموعة من هذه النسخة الخطية وصورها، ذكر أوصافها وأوجودها، لكنه هذه ترى طريقته، ويعني هذه مثل الجادة في أعماله التحقيقات، وأنه لا يبدأ تجو كتابا إلا إذا وقعت تحت يده نسخة خطية نفيسة، وهذا حسن جميل، وتتبع ما بقي منها ترى حسن جميل. وأحيانا هو يذكر أنه وقف على 20 نسخة أو شيء فيذكر اعتمدت على 10 فيفصل لك مواصفة العشرة والباقي ترى يتركها، لكن يذكر لك إنها في المكان الفلاني رقم فلاني المكان الفلاني رقم فلاني. وكنت أنا أتمنى الحقيقة لو ذكر أوصافها إذا وقعت تحته، أحيانا ما تقع تحت يديه، لكن ما دام وقعت لو بينا يعني لو لعل فيها ميزة أو شيء من ذلك. الكتاب على هذا المنوال، لاحظ ولدي إن شاء الله يبان الكتاب الشرح هذا، قال اللي هو الإمام البيضاوي في منهاجه هو أصل المتن بين قوسين محبرا مشكولا، ثم تأتي هذا شرح العلامة الحلوائي، وهنا التدقيقات والإحالات، خاصة الإحالات على أي كتابين سيكون؟ على شرح العبري
وعلى شرح الاثنوي وهذا هو. وأتمنى من الشيخ وائل جزاه الله خير أن يلتفت، وله عناية بشروح البيضاوي، أن يلتفت أيضا إلى شروح إلى شروح التي خرجت وطبعت وليست لها طبعات، يعني ما لها إلا طبعات صراحة سقيمة، وذكر ترى بعضها في المقدمات، إن شاء الله أنه ينهض ويعني يخرج لنا مثل هذا المشروع، الله يعطي العافية. وكونوا التفت إلى الكتب المتقدمة التفاتة موفقة يشكر عليها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية بمصر. استاذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه. مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك. نواصل شيخنا وبدأنا مع عرض الكتب. نعم نواصل، وإن شاء الله أنه الشيخ وائل يعني يواصل معنا كمان. وينك يا شيخ وائل؟ هذا يا ولدي مجموع أراد به الشيخ وائل بكر محمد بكر زهران الشنشوري وفقه الله أن يخرج 8 رسائل للعلامة الحافظ العلائي رحمة الله عليه، والحافظ العلائي ومؤلفاته ورسله غاية في النفاسة، لأجل أنه كان إماما في الفقه وفي الحديث وفي غيرها من العلوم، فكان يصنف كثير من الرسائل. هو نفسه سبق أن اشتغل على مجموع رسائل علائي وأخرجها في 7 مجلدات يا ولدي، مش كلام قديم. أتمنى أن يعيد طباعته وإن شاء الله يعيدها، لأنه قديم ما درى عنها أحد، والظاهر أنه وقف على نسخ خطية جديدة لبعضها، وإن شاء الله أنه ما يعجب العمل الأول يعيد مرة ثانية وبنفس العمل الثاني ويعيدها مرة ثانية يخرجها. هذا مجموع فيه 8 رسائل، كان أكبرها أولها صاحب العنوان العريض اللي هو بعنوان تقرير الحكم الشرعي في تنفيذ الطلاق البدعي. طبعا مسألة الطلاق البدعي هو أراد بهذه الكتابة وبهذه الرسالة الحافظ العلائي أن يرد فيها على ابن حزم، لكن جعل وكده الأكبر الرد على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإنه وقعت تحت يده رسالة كاملة فيها اختيار شيخ الإسلام أن الطلاق البدعي لا يقع، المعروف المشهور مسألته المشهورة المعروفة، وهو قد نسخ نثار شيخ الإسلام بخطه. هذا الذي جعل أخونا الشيخ وائل بكر في هذا الكتاب يأتي برسالة شيخ الإسلام كاملة التي هي بخط العلام الحافظ العلائي هنا، وهذا حسن جميل صنع، لأنه مدام بخط إمام حافظ كبير متقن أصلا، وهو أخرج الكتاب. شوف هذه هي، أتى بالرسالة كاملة لأنه نسخها لنفسه، ثم صار يجيب عليها دليلا قال احتج شخصا بكذا، قال كذا فيجيب كذا، قال كذا ويجيب. وضحت الآن؟ هذه هي، وهي نسخة يعني هذه خط الحافظ العلائي، هو نفسه بخطي طبعا، غائر المجموع على نسخة وحيدة وغالبه على يعني على بخطوط نفيسة جدا أو نسخة نفيسة جدا طبعا. أما هذا هو الأول، والثاني كانت عبارة عن قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائي أصلا، والثالث كانت عبارة عن مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جعله مقدمة لبعض كتب هذا الثالث، والرابع جعلها رسالة في أظن عقدية أو شيء من ذلك. والراحل
هذه رسالة بيان الاختصاص بما يمنع الاختصاص في الفقه هي مسألة القصاص المشهورة، أربع مسائل طرقها الحافظ العلائي فيما يمنع القصاص ما هي، ذكرها وخلاف العلماء وقرر على عادته في تبع الرواة شيء من ذلك رحمة الله عليه. والخامس يسمها إنافة الحظوة في قاعدة مد عجوة، وهذه قاعدة مشهورة عند في فقه الشافعية قررها والمراد بها وشيء من ذلك، ومن القواعد المشهورة عندهم السيارة. والسادس تيسير حصول السعادة وتقرير شمور الإرادة، وهذه قضية عقدية تتعلق بأبواب القدر والإرادة، إرادة الله عز وجل، وهو فيه رد على الفلاسفة المتكلمين وعلى المعتزلة، وقرر فيه اعتقاد الأشاعرة. والسابع دليل على أن المحبة على أن الجمعة سنة قبل، هذه ورقة واحدة تقريبا. ثم جواب سؤال في أن سورة الكوثر مكية أم مدنية، واختار أنها مدنية وليست مكية على خلاف المشهور عند علماء المكي والمدني، يعني هم يقولون مكية ويقول لا هي بل هي مدنية، وروى الروايات في هذه. والكتاب كله حققه هذه الرسائل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري، ويذكر أسانيده في المقدمة إلى مؤلفات الحافظ العلائي، وهذه النسخة الخطية للكتاب الأول، وكل مقطع يأتي إليه يذكر لك النسخ الخطية التي يعول عليها، وحتى القصيدة التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائي 65 بيتا ذكرها وأتى بالنسخة الخطية. والكتاب فيه تعليقات، وأنا قلت لك الشيخ جزاه الله خير مقل من التعليقات، ويرى أن الوكد الأكبر على ضبط الكتاب وهكذا، والباقي لأنه ما تخص المحاكمات الفقهية وأشياء التوثيقات التي يحتاج إليها فقط، والكتاب في مجلد من إصدارات دار الفتح بعمان. هذا ولدي أحد الشروح التي من الشروح المتوسطة التي أوصى بها العلماء علماء الحنابلة. أما الأصل فهو مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، مشهور اختصره من تحرير منقول المرداوي، معروف المختصر في أصول الفقه، في أصول الفقه، وهو نفسه اللي هو الفتوحي شرح الكتاب في شرح المشهور اللي هو شرح الكوكب، مشهور الكوكب، شرح الكوكب مطول. هذا الكتاب للعلامة الفقيه الأصولي الحنبلي أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي الحنبلي المتوفى عام 1189 للهجرة، جاء وشرحه شرحا متوسطا سماه الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير. هذا الكتاب يطبع لأول مرة عندنا على نسختين خطيتين، وكلتاهما طبعا قدم بمقدمة الشيخ أهمية الكتاب وشروح، ما شاء الله حتى شروح المعاصرة يأتي بها، حتى الصوتية يأتي بها، ويذكر لك نفاستها وما تقدمه شيء من ذلك، وعرب بالكتاب الأصل والخطي، وهذه النسخ الخطية التي عول على نسختين خطيتين وتكلم عنه ويقول غاية في النفاسة، وهذه النسخ الخطية، هذه صور النسخ الخطية اللي عرج عليها في هذا الكتاب. والكتاب على الطريقة المألوفة التي سلكها وفقه الله أنه يأتي بمتن المختصر بين قوسين محبرا مشكولا كما ترى، وشرحه والباقي، وهذه تعليقاته. وكان وكد العلامة البعلي ها هنا أن فتح العبارة مع الدليل والتمثيل دون استطالة، يعني ما لا يطيل في مناقشات وتعقبات، لا لا، لأن القصد منه أن يكون عدة للمتوسط وطالب العلم المبتدئ اللي أراد معرفة وفك عبارات مختصر التحرير. الكتاب مجلد ضخم كما ترى، وهذه طبعته الثانية من إصدارات دار الذخائر بالاشتراك مع المكتبة العمرية. هذا يا ولدي أحد الكتب التي سبق أن طبعت ترى مرارا، لكن هذا الكتاب أو أخرجه على نسخة بخط المؤلف، المؤلف أخو الذي سبق معنا، أخوه عبد الرحمن الفقيه الحنبلي عبد الرحمن بن عبد الله بن البعلي الحنبلي المتوفى عام 1192 هجرة رحمه الله، ألف متنا مختصرا سماه بداية العابد وكفاية الزاهد، اختصر فيه على أبواب العبادات فقط، ثم هو نفسه جاء وشرحه في هذا الشرح الذي سماه بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد. هو صاحب المتن وهو صاحب الشرح، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري حققه على نسخة خطية، نسختين، نسخة بخط المؤلف ونسخة ثانية أخرى، وعلق على الكتاب تعليقات بسيطة لكن أضاف إليها تعليقات الفقيه الحنبلي المعروف المشهور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي وفقه الله، وهو لما كتب هذه الهوامش والتعليقات على هذا المتن أرسلها إليه واطلع عليه بعض طلبته وشيء من ذلك اللي هم مختصين بإخراج مؤلفاته، وقرروا ما فيها وأضافوا وأخرجوا الكتاب. والكتاب كما ترى هذه وصف النسخة الخطية
كما ترى نسخة الخطية يقول نسخة خطية وحيدة، نسخة خطية وحيدة بخط المؤلف، نعم هي بخط المؤلف مشهورة. لا طبعا هذا الكتاب شوف بان الإخوة، هذا بيان مثلا كتاب بيان أحكام الطهارة دائما يأتي بهذه لأن نسخة المؤلف خط المؤلف. هنا الذي بالأحمر هو بداية العابد المتن، والباقي إنما هو بالأسود الشرح اللي هو كتاب بلوغ القاصد. طب هنا يقول لك في أول حبش القعيمي، هذه تقريرات الشيخ القعيمي وحواشيه على الكتاب من أول إلى آخر، كله كتب قبل القعيمي. هذه كلها من تعليقاته وفقه الله. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو من كتب الأثبات والمشيخات والبرامج المشهورة المعروفة والفهارس، وهو للعلامة صاحب هذا الشارح هنا عندنا، قد صنع كتابا مطولا فيما الإجازات التي أخذ عن أشياخه من قبل من مشايخ وتراجم لهم، روى مجموعة من الأحاديث من طريقهم على طريقتهم، روى الأسانيد إلى الكتب المشهورة التي أخذ عن هؤلاء العلماء، ذكر مجموعة من الأحاديث المسلسلة ثم ترجم لنفسه وجمعها كلها في هذا الكتاب الذي سماه منار الإسعاد في طرق الإسناد، منار الإسعاد في طرق الإسناد للإمام الفقيه الأصولي الحنبلي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحنبلي، متوفى عام 1192 الهجرة رحمه الله. والكتاب يطبع لأول مرة، وهو هذا صاحب نفس الكتاب صاحب أخص المختصرات وشيء من ذلك، يطبع لأول مرة. أخص المختصرات مختلف شيخنا، أخص المختصرات صاحبها مختلف. أي هو مكتوب صاحب كتاب شرح، هو شرح أخص المختصرات شرح. هذا الكتاب طبعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران على نسختين خطيتين نفيستين، إحداهما أظن خط المؤلف أو مقروءة على المؤلف، أيوة. وهو قد وجد هذين البيتين على النسخة الخطية، فيها ثناء على هذا الثبت. والحقيقة أن الأثبات المتأخرة ميزتها يا ولدي تراجم المتأخرين، فإن بعضهم ليست له تراجم في كتب التراجم والطبقات، إنما تستخرج من مثل هذه الكتب. شوف هذه الكتب اللي هي الأثبات والمشيخات، وفيها فوائد عالية جدا. طبعا هو له أسانيد إلى مثل هذه الكتب. شوف هذه، لاحظ معي الآن، هذا نموذج من النسخ الخطية، ترجمة للعلامة البعلي، ترجمة فيها بيان جهده وخلقه ورعه وثناء العلماء عليه وشيء من ذلك. وهذه طرائق في الإسناد والإخراج، ومنهم العالم فلاني، وابدأ يترجم له، شوفوا يرقم له مع أشياخ الذين أخذوا عليه. الكتاب مليء بالفوائد العلمية الإسنادية، التراجم، التاريخ، الطبقات، المرويات وما شيء من ذلك. يعني جزاه الله خير. وهذا الكتاب بالذات أتعبه لأنه يحتاج إلى ضبط الأسماء والأعلام، لأنه مليء بمثل هذه الأعلام والأعلام. ووفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الفتح بالاشتراك مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين، وفقه الله. والشيخ نظام له أيادي بيضاء في إخراج هذه الكتب، هو له غرام كبير بكتب الأسانيد والأثبات، ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله يوم يداخل معنا بإذن الله. بإذن الله. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أخذ في معهد العالي للقضاء رسالة الماجستير، وأخذ التقدير امتياز، وطبع الكتاب، كان قد أشرف عليه وناقشه مجموعة ترى من أهل العلم الأفاضل والعلماء المتقدمين، وطبع الطبعة الأولى قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك جاءت ملاحظات وأشياء وشيء وقوم وشيء، وظل بعد 20 سنة وأخرج لنا هذه الطبعة الجديدة التي لم أرى فيها دار نشر، الظاهر طبع على حسابهم، وأخرجها من جديد مع تعديلات، ما قال إضافات كثيرة، قال هناك تصويبات تعليبات وتدقيقات وشيء من ذلك، وإلا قال فهناك حتى يقول عبارات ربما أنا نفسي صرت لا أرضى عنها وأحتاج تغييرها، لكن تركتها لأنها تدل على مرحلة معينة علمية وشيء من ذلك. شوف يا ولدي هذا الكلام صحيح فيما لو بقي أن هذه العبارات لم يظهر فيها خلل علمي حقيقي. أما الخلل العلمي ترى يصلح 20 سنة ولا 100 سنة لابد من إصلاحه، لكن لا، إن كانت العبارات ما فيها خلل علمي، فيها يعني قصور عن إفادة المطلوب، فيها كذا شيء، تترك، لأن هي مثلا مرحلية، أنت لك 20 سنة نمائك العلمي اختلف تماما وإدراكك عما كان عليه، طبيعي تتغير عندك أشياء، تقول والله ليتني غيرت وليتني أضفت. والإنسان يعني سبحان الله، خاصة اللي يحب نفسه تواقة إلى طلب الكمال، سبحان الله ما يكاد نفسه ترتاح إلى كتاب يخرجه أبدا. المقصود أخرج هذا الكتاب وهو بعنوان القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عند ابن تيمية جمعا ودراسة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن إبراهيم ابن محمد الحصين وفقه الله. وهي رسالة ماتعة لأنه يقول جرد من كتب شيخ الإسلام شيئا كثيرا، وذكر كذا مسرد كامل بالكتب الإجادة، حتى نقل ما وقع تحت يدي كتاب إلا وقرأته، وكان سواء كان في الحديث في الفقه في التفسير أي مكان، لأن القصد منه
أن يخرج كلام شيخ الإسلام أول شيء في القواعد الفقهية فأخرجها على جنب، ثم أخرج الضوابط عند شيخ الإسلام الفقهية تتعلق بالمعاملات المالية أخرجها على جنب، ثم هو استخرج من كلامه وأمثلته التي دلل بها والمسائل التي استدل بها على هذه القواعد بالضوابط في المعاملات المالية وأخرجها، فصار عنده صار عنده كم هائل من كلام شيخ الإسلام يتعلق بهذه القضية. هو إيش أراد؟ قال أراد أن يخرج ويكون تحت نظر الباحث الأصول التي كان ينطلق منها شيخ الإسلام في رؤيته للعقود والمعاملات. وضحت الآن فكرة؟ هو قال شيخ الإسلام ما كان هذا، قال عالم نحرير ما كان عبث من الكلام، فتاواه منضبطة، شروحه منضبطة، كلامه منضبط، هذا ما يتحرك إلا من أصول وضوابط يرجع إليها. يقول فأراد أن يبين ما هي الأصول ينطلق منها شيخ الإسلام لرؤيته للمعاملات والقواعد ينطلق منها، فأتى بأشياء وعجائب حتى أنه ذكر خصائص القواعد الضابط في المعاملات عند شيخ الإسلام تيمية، هذا مبحث جعلها جميل جدا. طبعا قال مما ساعد ذلك أنه كان يخرج عن المذهب وكان يعني مجتهدا حرا فقط، فكان يأتي بقواعد وأشياء ويقرر ويدقق رحمة الله عليه. الكتاب الشيخ وفقه الله قسمه إلى 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 أبواب، إلى بابين الحقيقة. الباب الأول جعله خاص بالقواعد الكلية التي لا تتعلق بباب معين من أبواب المعاملات، وبدأ يتكلم لك في عدد من الفصول قواعد عامة، قواعد المصالح والمفاسد، عندك قواعد، طبعا كل قاعدة يأتي بها يشرح معنى القاعدة ويذكر أدلة القاعدة، ثم يذكر إذا كان فيها خلاف أو لا ويرجح، ثم أمثلة تطبيقية من كلام شيخ الإسلام، حتى لما يشرح القاعدة يشرحها من كلام شيخ الإسلام أيضا. الكلام كله الآن كلهما ترتيب لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وتمثيل لها الكتاب بهذا المنوال. ثم أتى القاعدة الفصل الثاني والثالث، هي القواعد الكبرى المشهورة وما تحتها من الأمثلة. الباب الثاني خصه بالقواعد والضوابط الخاصة بالعقود والشروط، ذكر القواعد الخاصة بالعقود ثم ذكر الضوابط الخاصة بالعقود، وانت ماشي كل واحد يأتي هذه خاصة عاد بالأبواب والضوابط. طبعا ذكر ما يقرب من 65 قاعدة و12 ضابطا فقهيا، كله الكتاب ترى يا ولدي على هذا المنوال يأتي لك ويشرح. شوف هذه القاعدة مثلا، قاعدة التكليف يتبع العلم، شرح القاعدة، معنى القاعدة، خلاف العلماء، دليل القاعدة، ثم أمثلة القاعدة من كلامها، بعض الأمثلة المبنية على القاعدة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويحرر الكلام فيها وفقه الله، مجلد ضخم والله، ما كنت بقول لك من الإصدارات لكن ما لها إصدار، مجلد ضخم اللي يحب يخاطب بها المؤلف الشيخ عبد السلام الحصين، الشيخ عبد الدكتور عبد السلام الحصين وفقه الله. هذا ولدي شرح جديد مبتكر للنظم لشرح الورقات، أراد به أهدافا تربوية ومعرفية وعلمية يفيد بها الطالب ويقرب بها هذا المتن الأصولي، استخدم فيه المشجرات والقراءات الذهنية وأشياء من ذلك، سماها إضاءات على متن الورقات. هذه النسخة الخطية جابها من مكتبة الأزهرية وجعلها مبثوثة في كامل الكتاب، كل مقطع من يأتي إلى مقطع من المقاطع، يأتي مثلا باب الإجماع ولا شيء فيقول ها كل ما يأتي إلى مقطع من المقاطع يأتي لك بالصفحة من المخطوط أمامه، يعني أمام هذا الفهرس اللي هنا. يعني لاحظ ولدي الكتاب قسمه إلى دروس، قسمه إلى موضوعات، جعل فيه الطريقة العلمية المبتكرة اللي هي الخطوط. ها لاحظ معي هذه جد الخرائط الذهنية، إن شاء الله تبان معي الخرائط الذهنية، دع الأسئلة للتمارين، خلاصة لكل درس بعد أن ينتهي من الشرح، ركز جدا على ذكر الدليل والأمثلة لأجل التبيين والتوضيح، وذكر فيها إفادات، هو يقول للمبتدئين والحقيقة والله الكتاب طبعا هذا هو شوي ولد هي يعرف بس الإخوة، هذا هو الكلام الماتن الإمام هذا اللي المضلل كلام الإمام الجويني في الورقات، وهذا هو الشرح، وانت ماشي والكتاب فيه من التقريب. شوف هذا متن الورقات، يأتي لك المتن ها هنا، يأتي لك إذا في عبارة مختلفة عن بالشروح وشيء من ذلك ويقرر. هذه هي الخريطة الذهنية لما سيأتي شرحه بعد ذلك. لما انتهى الكتاب كله على هذا المنوال، لما انتهى ولدي صنع خريطة ذهن، هذه خريطة ما شاء الله تبارك الله، هذه أشبه ما يكون بخريطة البلدية كروكي خاص كامل، خلوكم معي لا خلوكم زي ما انتم في الصورة الأولى، ارجعوا لي أول، أيوة هذا الآن كروكي كامل لما شرحه في هذا الكتاب المطول وأضاءه ليكون أمام ناظر الطالب والدارس، ليكون كذا يطرحه ويعرف هو فين هيمشي وفين هيدخل وفين هيخرج في هذا الكتاب الجميل الجديد. هذا طيب يا ولدي عندنا عشان لا تعجل بي، هذا ولدي أحد النتاجات العلمية للجمعية الفقهية السعودية، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، أرادوا أن يصنفوا مقررا طبيا فقهيا للمتخصصين في الطب وعلوم الطب وكليات الطب، هذا أرادوا بهذه الطريقة. فقاموا وجمعوا لجنة علمية جاءت لأهم المسائل، صار استشارات، جابوا أطباء وجابوا من الفقهاء
وجابوا إلى عناوين وأشياء، استعانوا بالرسائل العلمية الموجودة التي بحثت قضايا طبية كثيرة جدا، أخرجوا المهم جدا ليكون هذا مثل الكتاب المنهجي أمام عند كل المتخصصين في القضايا الطبية أو الدارسين والمستفيدين يطلعوا على الأحكام الشرعية التي لا بد منها لصاحب المهنة هذه. وخرج من عندهم هذا هو الكتاب الذي سموه الفقه الطبي، إعداد الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية. هذا كان الطبعة الأولى منها. ثم بعد ذلك بعد فترة أعادوا النظر، جتهم ملاحظات وأشياء واستدراكات، وهم نفسهم وقفوا على أشياء تحتاج إلى زيارة توضيح وبيان، فأخرجوا بعد ذلك وأعادوا صياغة حتى صياغة حتى الهيكلة كاملة من فهارس وعناوين ووحدات، أعادوا صياغتها من جديد وأخرجوه في الطبعة الثانية. إن شاء الله يبالي الإخوة، شوفوا الطبعة الأولى كيف صغيرة، شوفوا الطبعة الثانية كيف كبيرة، حتى كادت تكون الطبعة الثانية متغيرة تماما عن الأولى حجما وكما ومسائل. والحقيقة الكتاب هذا هم أرادوه أن يكون مقررا للكليات الطبية في كل الجامعات العربية والإسلامية، وهو يصلح ترجم. والكتاب ترى عموما ترجم في طبعته الأولى إلى الفرنسية والإنجليزية، وهو مرفوع على الشبكة، من أراد حتى PDF يجدها إن شاء الله في موقع الجمعية. هم بادين الكتاب لأنه أصلا نفقة خيرية وشيء من ذلك. أنا ولدي طبعا أنا لا أقول لك الأبواب والفصول فيها كل ما تتوقع تحتاجه في المجال الطبي وتحتاج إليه، الشرح والتدوير طبعا من باب حفظ الحقوق لأهلها، فإن الذين قاموا الفريق العلمي طبعا أوكل الطبعة الثانية أوكل صياغة وتوجيها إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا، ثم بعد ذلك المراجعة العلمية للأفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي والأستاذ الدكتور عبد الله بن سرور الجودي والأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد النعمي، والمشرف العام على هذه الموسوعة أو هذا المشروع والمقرر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن إبراهيم الحصين، وفقهم الله. والكتاب جميل بالتتبع والاستقراء. شوف لاحظ انا بسعيب حاجه واحده عليهم يا ولدي، ليش الطباعه هذه؟ ليش يعني الطباعه بحجم شوف انت الحروف المقرمطه وانت قريب مني مثل ما تشوفها، انا تعبان وانا قاعد اطالع فيها. هذا المفروض مثله يخرج بطريقه ممتازه كذا، كرتون حاجه حلوه تناسب بالطب، ويكون اكبر، يكون في تلوين الوان اشياء. انت تريده مقرر اصلا سيار وترجم لعلم اللغات، لماذا القرمطه في مثل هذه الكتابه صغيره وها هو لا، والكتاب مضغوط يعني، ما هو تقول انه والله لو طلعوه كرتون او هارد كفر يكون، لا والله الكتاب مضغوط يعني يستحق انه يطبع طباعه تليق به، واتمنى يستدركون في الطبعه الجايه باذن الله. هذا ولدي عندنا الكتاب الاخير، وهي مسألة مشهورة من مسائل الأصول المشهورة عند الشافعية، وهي مسألة السكوت. الإمام الشافعي نص على أنه لا ينسب إلى ساكت قول، وأخذت هذه قاعدة صارت مقررة عند الشافعية وغير الشافعية. والساكت لا ينسب له قول لأن القول عبارة عن عدم ليس بالبيان، الأصل البيان، أصل الرضا والرضا في القلب ولا بد من بيانه طبعا، إلا في مسائل معينة يعد السكوت بيانا. وضحت الفكرة؟ نعم. جاء العلماء يتتبعون المسائل التي يعد السكوت فيها بيانا. متى نقول بيان؟ فجاء وجمع الحافظ بن حجر مجموعة والبلقيني مجموعة، حتى جاء العلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر ابن إبراهيم السوبيني الحموي الطرابلسي الشافعي، متوفى عام 858 الهجرة رحمه الله، وهو من تلميذ الحافظ بن حجر رحمه الله. جلس 3 سنين يجمع من المطولات وبطون الكتب ما وقع تحت يديه مما قال العلماء أن هذا الساكت ينسب إليه، يعني هي مستثنيات القاعدة، مستثنيات القاعدة، وضحت الآن؟ نعم. فجمع كما عميل، وهو قال إن من حاول يجمعها بعدد على أنها 20، لأن بعضهم جمع 20 وبعضهم قال 50، قال ليس كذلك، بل لا يحصرها عدد، بل هي إلى 1000 أقرب، 1000 مسألة، لكن قسمها لما جمع مجموعة كبيرة من المسائل قسمها إلى 5 أصول، الأصل الأول الثاني الثالث، وأدرج تحت كل أصل ما يكون تحته من مجموعة من الصور الجزئية والفرعية. حتى هو يقول كان عند الحافظ بن حجر إذا مر عندنا حديث أو شيء يلتفت إليه الحافظ حجر يقول هذه مسألة الساكت، قالوا هي مسألة الساكت، يعني يستشير، كان مرجعا في الباب. ثم أو مع صح سميت الرسالة هذه المختصرة مسألة الساكت، طبعت بهذا، قال إنها اشتهرت به وعرفت به وصارت تنسب إليه للعلامة السوبين. السوبين نسبة لبلدة قرية اسمها سوبين من أعمال حماة، وهو حموي في الأصل ورد فيها. وقرب للرسالة مجموعة من الأئمة الحافظ بن حجر وبلقين وغيرهم من أئمة الشافعية، والتقريرات موجود في المقدمة، وحقق على نسخة خطية فريدة. طبعا بعد ما طلع الكتاب اعترض عليه 2 من المعترضين على الكتاب، فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار أحمد الصياصنة الذي حقق كتاب وترجم المؤلف، وجاء وألحق بالكتاب هذه
لأنه رده بعد ذلك على الاعتراضات التي وردته من هذين الاثنين العالمين وأجاب عنها، فألحق ردها هنا في ذيل الكتاب حتى هو أقرب من كل الكتاب، فالكتاب فيه المسألة الأصل الكتاب والرد على من تعقب الكتاب، الكتاب في جزء اللطيف من إصدارات دار المنهاج بجدة، وفقهم الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.